تجميل الغناء اولا انا كانت عندي فقط موهبه ديال الغناء ما عمرني فكرت نكون مغنيه وحتى دابا ما باغاش نكون مغنيه يعني حصريا كنقولها كانت عندي موهبه حاولت ندير شي حاجه جوست بوغ لي فام حيت انا عندي علاقه بهم زوينه يعني اون فامي اون اون فامي مده سنين وقريبه لسبع سنين وانا معاهم بجنبهم في اي حاجه كانوا بغاو يسولوني عليها حتى هما في جنبي في مسانديني في لامارك ديالي كيتيقوا فيه بزاف دونك ابسط حاجه نقدر ندير ليهم هي انني نغني لهم اغنيه اللي غيسمعوا صوتي لاول مره وتكون على لي فام فلوي مارس هو انه اي مراه بغات توصل لواحد الحاجه تقدر توصل ليها غير ما تديهاش في الناس حيت بارفوا كلام الناس كيقدر يهرس الناس شي حد فينا زعما يقدر يهرسنا وما نزيدوش للقدام مي ديما الواحد الا كان كيهضر فيك راه الا وانت غادي مزيان اول مره كان فيا لاكني اول مره بغيت نبدا هذا الشيء كيفاش تدخل ليا لعقلي في لادوليسونس جاني بكري بزاف لاكني وجاتني اون لاكني هرمونال كان عندي حبوب كبير في وجهي كان عندي تحت البشره ديالي يعني دي ميكروكيست الناس ما كاين ما يفهمش هاد لي تيرم قررت انني ندخل نقلب نشوف لي زاميريكان شنو كيديروا نشوف لي جابوني شنو كيديروا من لا كوزين ديالهم بيان سور شي حاجه اللي غتكون في المستطاع ديالي اللي نقدر ندخل الكوزينه ديال ماما ونلقاها فيها دونك ايفيكتيفمون كنت كندخل كنشوف ميل دو مانوكا الميل دو مانوكا هو واحد النوع ديال العسل اللي كي حتى هو كيساهم انه يقضي على حب الشباب بقيت كنقلب نجرب هادي الحوايج اللي انا ما عنديش كنت كنجيبهم من برا الحمد لله حتى تهنيت من حب الشباب والبشره ديالي راه الا شفتيها دابا ما دايره لا ماكياج لا والو في لوتان ديالي كانني ما عمرو كان فيها الحبوب حيت الحبوب راه كيخلي الحفاري في الوجه صافي وليت مهووسه بريت كاع وبقيت كندخل ديما اليوتيوب كنشوف كنشوف لي غوسيت كنشوف صافي حتى ولا عندي واحد الباجاج كبير في دماغي ديال هذا الشيء قررت انني ندير ان جروب فيسبوك وندخل ونشوف الناس تما نصحهم بهذا الشيء من بعد ما دوزت واحد الفتره كبيره في الفيسبوك صافي قررت انني تنقول انا يا عندي واحد الباجاج وانا الحمد لله فاهمه في هذا الشيء خاصني نقرا هذا الشيء ونكمل قرايتي في هذا الشيء درت دي كور بار كوريسبوندونس في واحد لانستيتيو ليل فرنسا بقيت كنقرا كنشري دي كور بيان سور بالفلوس كنقرا من بعد دوزت الكونكور ونجحت الحمد لله خديت الدبلوم خديت ان اوتر دبلوم اون بارافارماسي وبديت في لي فورماسيون في لي لابوغاتوار الكبار قررت انني ندير ان لابوغاتوار كانت صعيبه في الاول وكيخص فلوس كثيره لي بارون ديالي ماما وبابا الله يخليهم ليا عاونوني صافي بديت بتيتا الحمد لله صعيبه صراحه بزاف صراحه انا ما كنعطيش الوقت الكافي لولدي انا كنقول هذا الشيء حصري الله يخليه ليا وكاين راه هذا الشيء كله انا وبابا كنديروا على قبله يعني ما حسيت بهذا الشيء حتى ولا عندي وليد كنبغي نزيد للقدام كنبغي ندير اي حاجه مكرهتش ندير بزاف الحوايج في وقت واحد غير على قبل الولد ديالي والله يخلي لي ماما والله يخلي لي ماما تراجلي اللي هما اللي دابا مقابلين لي ولدي يعني نهار كتكون عندي الخدمه ولا بحال دابا انا عندي دي زانترفيو في هذه اللحظه هذه راه مخليه لماما تراجلي يعني الوالدين كيلعبوا دور كبير والله يخليهم لينا ربونا حنايا وكيربيو لينا ولادنا اي وحده كنقول لها زيدي للقدام ما تديهاش في الناس بداي بداك الشيء اللي انت كتشوفي راسك فيه كتشوفي راسك كديري واحد الحاجه زوينه بحال اي باغ اكزومبل الخياطه راه كاينه اللي بدات غير بشويه حتى ولات دابا دايره اون باج انستغرام كتبيع القفاطن ب 10000 درهم تكاشط ب 20000 درهم 30000 درهم يعني بداي بشويه وغتوصلي ان شاء الله